وقع بعد مقتل عثمان. كثير من الصحابة كان عاتب على عثمان وكان يخطي عثمان في بعض سياساته رضي الله عنه، هذا لا شك فيه. أول ما ابتدى الثوار يروح يجوا قبل ما يظهر منهم نية القتل، كان عند بعض الصحابة يعني رضا عن ضغوطهم على عثمان لعله يصلح الأمر. فلما وقع القتل تطورت الأمر ووقع القتل، شعروا بالندم الشديد وعرفوا أنهم فرطوا في السكوت عن هؤلاء.